ما تخافش من حد، ما بياخدش الروح غير اللي خالقها، اللي ربنا رايده هيكون. ونشوف الناس يعني صدقوني في حاجات في الزمن اللي احنا عايشين فيه الواحد بيشوفها لها العجب. اشوف مثلا شهدائنا في ليبيا اللي تمسكوا بإيمانهم، صدقوني كل ما بفكر فيهم اقول يا رب لك المجد، تمسك بإيمانه وانتبح عشان ما يغضبش ربنا، انتبح عشان ما ينكرش إيمانه. شوف تضيق انتبه عشان ما يكرش ايمانه. فعلا اطاع الله، ما اطاعوش حد تاني غير الله، وحتى بالعقل والمنطق تقول للناس اللي ذبحتهم يا هو ربنا هيقول لكم كده يتعبدوني يذبحكم، ايه اللي بتعملوه ده؟ ربنا هيقول كده برضه يتعبدوني يذبحكم، هم عملوا كده. بس اولادنا كانوا ابطال، ابطال بكل ما في الكلمه من معاني. وكانت النتيجه ايه؟ كانت النتيجة ايه؟ شوف ازاي ربنا يحط في قلوب الناس دي ان تحفظ اجسادهم، وربنا لازم يرفع في الاخر هو اللي ينتصر. قال لنا سكوا ان قد غلبت العالم، رب يسأل المجد كده، قال في العالم سيكون لكم ضيق ولكن سكوا ان قد غلبت العالم. يحفظ اجسادهم حتى ملابسهم وكل حاجة ليهم، ويجي في الاخر يرجعوا مصر وتعمل لهم كاتدرائية كبيرة ويطلع منهم معجزات كتيرة، وكل العالم بيعترف بقداستهم. حتى في زيارة قداسة البابا تدرس الفاتيكان اعترف بقداسة شهداء ليبيا وطلب أجزاء من أجسادهم، ادوله بعض الأقمشة اللي عليها الدم بتاعهم عشان يحتفظ بها في الفاتيكان. يولدوا الأبطال للإيمان على مستوى الكنائس كلها. في نفس الوقت تبص تلاقي ناس تانية بتموت بتاكلها الكلاب في الشوارع كتير قوي. يعني اللي بشوف الحروب اللي كانت موجودة في سوريا والضرب شغال، واللي موجودة دلوقتي حوالينا في السودان وبره واماكن دي، ناس بتموت والرصاص حوالهم من كل ناحية، ما بلوش وقت يدفنوهم، بيصيبوهم اما يتحلل في الشوارع واما الكلاب بتاكلهم، واما الكلاب بتاكلهم لان يقدرش يخش في ساحة المعركة يطلع جثة واحد ما يدفنها، ضرب مشغال من كل ناحية فبيصيبوهم في الشوارع، بيسبوهم. واحد يتأمل كده يقول شوف يا رب فعلا اللي ربنا عامل له كرامة والأرض في الأرض والسماء، تمسك بإيمانه وكانت النتيجة إيه؟ كرامة في الأرض وفي السماء، كرامة في الأرض وفي السماء، أن يحفظ لهم أجسادهم. وهو اللي يحط في قلوب، يحط في قلب الرئيس كده، يقول له تتعمل كاتدرائية بينهم كنيسة شهداء الإيمان والوطن، الإيمان والوطن. الله هو اللي بيحرك القلوب. هدول إيه؟ أرض الله، ما يرضوش الناس أبدا حرد ربنا مهما حصل، حرد ربنا، إنما ما يرضيش الناس على حساب ربنا أبدا، على حساب أدبيته أبدا.